الشيخ راشد الغنوشي، إيه اللي بيحصل في تونس؟ فجأة قيس سعيد تلبس ثوب عبد الفتاح السيسي وطاح في حركة النهضة واعتقل الرجل الكبير راشد الغنوشي وسط مناشدات وحملة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع الغنوشي. حول ما يحدث في تونس، مناشدات الرئيس التركي للإفراج عن الغنوشي، بيانات من هنا وهناك وحملات تضامن أيضا. أرحب بضيفي عبر الهاتف الكاتب والصحفي التونسي عادل الحامدي. عادل أهلا بك. مرحبا استاذ اسامه وبمشاهديك الكرام، وكل عام وانت ومشاهديك بألف خير. كل عام وانتم بخير. ما الذي حدث؟ لماذا فجأة تلبس قيس سعيد ثوب السيسي القمعي وواجه الغنوشي وقام باعتقاله؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، موجة الاعتقالات التي تشهدها تونس منذ عدة اشهر هي موجة طبيعية، واعتقال زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق الشيخ راشد الغنوشي كان حدثا منتظرا. كان الأمر يتعلق باحتفال جبهة الخلاص بذكرى تأسيسها السنوية الأولى، وكان عدد من قادة جبهة الخلاص يتحدثون في المقر الذي تتخذه جبهة الخلاص مكانا لها، وهو مقر حزب تونس الإرادة الذي أسسه الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، والذي منحهم هذا المقر ليتحركوا وينشطوا فيه، وهو ليس مقرا باسم جبهة الخلاص، وقد تم إغلاقه فيما بعد، وهو ما احتج عليه حزب تونس الإرادة. كان هناك احتفال بالذكرى السنوية الأولى، وكان هناك حديث عن التحديات التي تواجهها تونس وعن تحديات الحوار الوطني الواجب إطلاقه بين جميع الفرقاء السياسيين. تحدث عدد من القادة السياسيين، وكان من بينهم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان الأسبق الشيخ راشد الغنوشي، الذي قال بأن عملية استثناء واستئصال أي تيار سياسي، سواء يتعلق الأمر بالإسلام السياسي أو باليسار أو بالقوميين أو بالتجمعيين أو غير ذلك، هو في الحقيقة عبارة عن دفع بالبلاد نحو الاحتراب الأهلي، وقال بأن هذا هو الإرهاب بعينه. كانت هنالك بعد هذا الاحتفال الذي جرى أول أمس، كان هنالك نوع من التحريض الإعلامي على الكلمات، وتحديدا على كلمة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، واعتبر ذلك دعوة للاقتتال أو دعوة للعنف، علما بأن رئيس حركة النهضة كان قد دعا إلى الحوار الوطني، وكان قد انتقد عملية الاستئصال واستثناء أي تيار سياسي في عملية بناء تونس الجديدة وفي عملية بناء تونس الديمقراطية. ثم بعد ذلك كانت عملية اعتقاله بطريقة كما روتها ابنته في الخارج سمية الغنوشي، عندما قالت بأن نحو 100 من أعوان الأمن طرقوا بابهم بشدة مع آذان المغرب أي موعد الإفطار، وأن قسم من هؤلاء دخلوا البيت وفتشوا بطريقة فوضوية وعبثية قبل أن يقتادوا والدها إلى مكان مجهول. ثم بعد ذلك، وهو الآن منذ يومين رهن الاعتقال وما زال التحقيق معه لم يتم بعد، حتى أن معلومات قبل قليل وردت تقول بأن هناك نوع من عرض بعض التصريحات المنسوبة للشيخ راشد كتابية، ولا يوجد لها سند واقعي أي سند مصور، وهو معتبرة محاولة لتزييف أو ربما تغيير كلام الشيخ راشد الغنوشي وإلصاق تهمة التحريض به. تم اعتقال عدد من القيادات الأخرى القريبة من الشيخ راشد الغنوشي، وقبل قليل أيضا تم الإفراج عن عدد من هؤلاء، وما زال الشيخ راشد الآن قيد التحقيق في مركز الأمن. هذه هي الوقائع التي جرت في اليومين الماضيين. هنالك الآن حملة من التضامن من القوى السياسية المعارضة للانقلاب، والذين يرون في هذه الخطوة عملية تصعيد للأزمة السياسية وعملية تشويش على الوضع في تونس وعملية إلهاء للشعب التونسي على القضايا الأساسية وعملية ربما التضليل للرأي العام بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي والمأزق الذي آلت إليه تونس بعد رفض صندوق النقد الدولي التعاطي مع الملف التونسي، وأيضا المواقف الأوروبية والدولية التي رأت
في عملية الاعتقال السياسي لعدد من رموز المعارضة ومنهم رئيس البرلمان وزعيم أكبر حركة سياسية في تونس. رأت في ذلك تصعيدا خطيرا، ورأت في ذلك أمرا باعثا على القلق.